عافية. اليوم احنا في باريس وبالصدفة يوم السبت احنا مش عارفين انه هون عندهم مظاهرة. شفنا المتظاهرين تبعون اليلو فيست طبعا انشهروا كثير ذوي الجاكيتات بيجوا كل يوم سبت طلعوا هون عند الارت هاي تبعت روم ثاني مظاهرة مش شايف فيها كثير هناك شايف فيه زي حجار شايفين هاد حجار وأزاز مكسر أعلام والله هون طلع أوكي هلا فد الموضوع شايفين ال شكل الوضع متأزم احنا بدنا نبتعد هون اوكي هاي يلو بس هاي ادم احنا مش خايفين صح؟